المشترك اللي هنسمعه دلوقتي عيدروس العيدروس من السعودية. أنا عيدروس العيدروس، أنا بحب أكون رابح لقب سوبر ستار، لأنه غير موهبة الفن أنا بحب الرياضة كتير، وأنا إنسان رياضي. بحب كرة السلة كتير، كنت بلعب كرة السلة في جدة، وكنت أنا أفضل واحد يعني في الفريق، ومن غير الفريق كان ولا حاجة يعني. فإذا كنتوا حابين يعني تشوفوني أكثر وأكثر، أتمنى أنكم تصوتوا لي يا رب. أغنية لا تحرموني منها للفنان راشد الماجد، هنسمعها بصوت عيدروس العيدروس من السعودية. أحد عنا وهلي لا تحرموني منا، هلي لا تبعدوني عنا، مثل ما هو قطعة مني أنا تراني قطعة منا، أموت أنا ذوب أنا ذوب أنا والله وبيتك وعقلي وقلبي أموت أنا ذوب أنا ذوب أنا والله ميت فيه وعقلي وقلبي وروحي يعلني ما بكي. هلي لا تبعدوني عنا، الله يسامحكم إذا ما كان عاجبكم، هلي تكون طالبكم، أحس بشوفه الجنة، أموت أنا دوب أنا دوب أنا والله وميت فيه وعقلي وقلبي وروحي يعلني ما بكي، أموت أنا دوب أنا دوب أنا والله وميت فيه وعقلي وقلبي وروحي يعلني ما بكي. هلي لا تبعدوني عنا، هلي لا تبعدوني عنا. عيدروس العيدروس، عيدروس بصراحة 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 وبكل صراحة قول تقد كده بس جبار. الله يخليك. صغير ومفعوله كبير، سنرى إذا كانت اللجنة توافقني الرأي أم لا.
أرباء أخضر يا عيدروس. إيه اللي بيضحكك؟ أرباء أخضر حلوين. أنا حاسس إني عايش في الجنة. في الجنة؟ أيوة يا عيني. أستاذ عبد الله. أول شيء قبل لا أقول حق عيدروس إن أحسنت أقول الفرقة الموسيقية وبسام أحسنتوا فعلاً. الأغنية غنيتها بشكل جيد، حافظت على الإيقاع وغنيت بسلطنة مقام الصبا جريتها صح، ومو غريبة يعني أنت محافظ على مستواك في جميع الإبرايمات. أتمنى بس أن يعني يكون لك، لأني كل مرة ما أحضر حلقة النتائج بس أشوف صورتك بالجريدة خايف وواقف وطايح على الأرض، فأتمنى يكون في لك حظ بالتصويت يعني موفق إن شاء الله. الله يعطيك العافية. عيدروس دايما بحس ان انت واثق من نفسك زيادة وانت بالزي الرسمي، فعايز اقول لك انت خلاص يعني اصبح دلوقتي سر نجاحك في الزي اللي انت لابسه، علشان هو ده اللي بيحسسك بالثقة وبيحسسك بانسانيتك، ومن ثم انت ناجح. الله يعطيك العافية. عندك ثقة زيادة بطرس بصوتك، عرفت كيف؟ بدي أقول لك اسم الله على قوة صوتك وحنية صوتك، يعني بفرد وقت عندك قوة، عندك باور. عراية أستاذ عبد الله دايما عنده هاي الكلمة محط كلام، عندك باور بصوتك بس بنفس الوقت عندك إحساس كتير عالي. برافو حب. الله يخليك. شكرا. هيداروس صوته كان يطلع داخل الحمل، يعني يطلع لبرا يسمعوا بي وأمه قد ما صوته قوي، وغنى بغني جيد، وبتشوفه بعد شهر بس يشيلوه على القالب بيكون غير واحد كمان. برافو عيدروس، شكرا لكم. بعد الاعلان رح نسمع اخر مشترك معنا لليله، عبد المجيد ابراهيم من السعوديه، واكيد بختام الحلقه رح نسمع اغنيه من ضيفنا الفنان هشام عباس. خليكم معنا.